بعد مهاجمة صواريخ حكومة صنعاء للمدن العبرية، كبار قادة تل أبيب يتحضرون للاستقالة. بريطانيا تتخلى عن الولايات المتحدة وتتركها وحيدة أمام اليمن والعراق وسوريا وإيران. أكثر من 800 مسؤول أمريكي وأوروبي وبريطاني يعلنون رفض دعم تل أبيب، وضمانات عبرية صريحة لمصر بشأن الحدود. بايدن يصرح: نحن نعمل ليلا ونهارا من أجل السلام وتأمين حل الدولتين، بينما السعودية تقبل بالتزام سياسي عبري لأجل التطبيع. حاكم تكساس يهاجم بايدن: عليك التعلم من بوتين. النتو يوضح استفادة أمريكا من الحرب الأوكرانية، وبوتين يكشف أسلحة روسيا الجديدة التي تتفوق على النتو والجميع، وتصريحات خطيرة من قائد الجيش الأوكراني بعد عزله. هدف جديد لأبو اليمن. من البحر إلى الجو يستمر الجيش اليمني بالهجوم، وبعد أن أعلنت حكومة صنعاء تنفيذ عملية عسكرية بصواريخ باليستية صوب إيلات العبرية، قال المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني: لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف الهجوم على القطاع. وقبل ذلك كان الجيش العبري أعلن اعتراض صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو تل أبيب. وذكرت القناة 12 العبرية بأن نظام آرو السهم اعترض صاروخا باليستيا أطلق على تل أبيب من اليمن. وفي الداخل العبري، أعلنت هيئة البث العبرية أن رئيس الأركان وقادة أجهزة أمنية عبرية قرروا الاستقالة ويبحثون الموعد المناسب للإعلان. أما عربيا، قالت مصادر إن السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من تل أبيب بإقامة دولة فلسطينية في محاولة للحصول على موافقة على اتفاق دفاع مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن مصدرين إقليميين قالا لوكالة رويترز إن السعودية تحرص بشكل متزايد على تعزيز أمنها ودرء التهديدات الخارجية حتى تتمكن المملكة من المضي قدما في خططها الطموحة لتحويل اقتصادها وجذب استثمارات أجنبية ضخمة. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يعملون ليلا ونهارا من أجل السلام والأمن والكرامة للشعبين العبري والفلسطيني. وهناك قالت هارتس إنه يجب على تل أبيب أن تنضم إلى أمريكا وبريطانيا في القول نعم للدولة الفلسطينية في ظل انضمام المزيد من الدول الداعمة لهذا التوجه. لكن نتنياهو وحكومة وفقا للصحيفة العبرية فشلا في استعادة هذه الصحوة السياسية، ويبدو أن واشنطن ولندن تدركان أن من المستحيل العودة إلى المماطلة الدبلوماسية بشأن الصراع العبري مع القطاع. وإليكم المصدر. وكان أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أعربوا في رسالة مفتوحة عن عدم موافقتهم على دعم سلطاتهم لتل أبيب في حربها على القطاع. من جانب آخر، أعطت تل أبيب ضمانات صريحة للقاهرة بأن أي عملية عسكرية على طول الحدود بين القطاع ومصر المعروفة بمحور فيلادلفيا لن تؤدي إلى هجرة جماعية للمدنيين إلى الأراضي المصرية وفق تايمز أوف إسرائيل. بينما أظهر تحليل صور الأقمار الصناعية لوكالة أوشيت ذا براس عمليات هدم عبرية بعمق كيلومتر واحد على طول حدود القطاع مع العبريين، ويوضح إنشاء منطقة عازلة محتملة. وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول عبري إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة قيد الإنشاء ومنذ بدء الزحف البري على القطاع. وكرر عدد من المسؤولين العبريين نية جيشهم إقامة منطقة عازلة داخل القطاع في محاولة لمحاصرة المقاومة هناك والحد من تأثير عملياتها عبر السياج الفاصل. وتعود فكرة المنطقة العازلة إلى سياسة تقليدية سابقة في النظرية الأمنية العبرية المسماة العمق الاستراتيجي. قال مسؤول السياسة في المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل أن تعليق تمويل الأونور ومرفوض ويعد معاقبة للشعب الفلسطيني بأكمله. وبعيدا عن حرب القطاع، أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في مقابلة مع صحيفة ديلي تيليغراف بأن بريطانيا لن تنضم إلى الضربات الانتقامية الأمريكية ضد أهداف ضمنها أفراد ومنشآت إيرانية داخل العراق وسوريا، ووفقا له تريد لندن تجنب صراع إقليمي واسع النطاق. بوتين يستعرض أمام العالم. من المستفيد من الحرب الأوكرانية؟ سؤال يطرح نفسه على الدوام. هنا يجيب الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ مؤكدا أن النزاع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة اقتصاديا ويعزز صناعة الدفاع الأمريكية. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة واشنطن إكزامينر: أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة. ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسلحة الناتو أقل شأن من السوفيتية، مضيفا أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف الناتو.
قبل ذلك أكد حاكم تكساس غريك أبوت أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن التعلم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفية العمل لصالح بلاده. وقال أبوت في حال تعامل الرئيس مع المشاكل الداخلية للبلاد دون محاولة اللعب مع بوتين سيكون كل شيء على ما يرام، ليعود بوتين ويعلن أن منظومات بانسير الصاروخية للدفاع الجوي تلقى رواجا كبيرا في سوق السلاح العالمية والعديد من الدول تتهافت على شرائها كما لو أنها فطائر ساخنة. كما أعلن الرئيس الروسي أيضا في منتدى كل شيء من أجل النصر أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل بنسبة 95%. فيما صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن روسيا لن تهاجم أي دولة من دول الناتو إلا إذا بلغت بالتمادي وتعدت على حدود روسيا الاتحادية فستتلقى على الفور ردا مناسبا. وأشار ميدفيديف إلى أن السياسيين الغربيين وجنرالاتهم في حلف شمال الأطلسي الذين يبللون سراويلهم قد قرروا مرة أخرى محاولة إخافة روسيا وأطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ بدء الحرب الباردة بحسب وكالة سبوتناك. حتى أن المحلل العسكري ورئيس تحرير مجلة ناتسيوناليا وبارونا لوكالة سبوتناك إيغور كروتشينكو صرح أنه من الواضح أن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات ترايدنت 2 من غواصة نووية بريطانية سيتم في سياق مناورات واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي والتي سيتم فيها التدرب على مواجهة عسكرية مع روسيا، وهذا يشير إلى وجود سيناريو نووي لهذه المناورات. هنا تصريحات خطيرة من قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بعد أنباء عن إقالته، حيث اعتبر زالوجني أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية، داعيا بلاده إلى التعامل مع تراجع الدعم العسكري. هنا خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من 23 ألف جندي بين قتيل وجريح، مضيفا أنه تم تدمير أكثر من 3000 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك أسلحة أجنبية، حيث تم تدمير عدد من الدبابات ليوبارد الألمانية وعربات برادلي ومنظومات باتريوت وهيمارس الأمريكية بحسب تعبير شويغو. وليعلن وزير الدفاع الروسي تحرير القوات الروسية بلدات فيوسيوليوي وكراخمالنوي وتبايفكا على محاور كوبيانسك وكراساني ليمان ودونيتسك.